أنا بعتذر للجمهور أني فعلا أنا كنت في حالة سيئة جدا، أنا تعبانة جدا، الكوفيد تعبني بشكل فظيع. هو بيختلف من شخص للتاني، أنا ما أنا بيجيلي بكل حالاته، ضيق نفس، صداع، عظمي، سخونة، فما فيش حاجة ما بتكونش موجودة عندي يعني. ألف حمد لله على سلامتك. الله يسلمك. طيب يعني الناس برضو عايزة تطمن، غير كوفيد والفترة اللي فات، بس سر الغياب هل الكوفيد بس؟ وبعدين لما فتحتي حسابك على انستجرام ونزلتي صورة بعد ما شفتي ردود فعل الناس وبتسأل عليكي، ده كان بهدف ان انت تطمنيهم؟ انا عايزة اطمنهم واقول لهم انا بخير، والصور دي كانت يعني قبل ما اتعب مثلا بيومين، مش قديمه والله ما قديمه. انت شفتي طبعا اللي حطوا الصورتين جنب بعض، الفيديو والصوره بتاعت السائل اللي على البحر دي، وبيقولوا لا ده هي مش هي. ايوه شفت. انا طبعا للاسف ما كنتش بتابع بشكل يعني دايم لاني كنت تعبانه وسخنه، فما كنتش، لكن لما لقيت الصراحه ان الموضوع بدا يكبر جدا قلت لا خلاص بقى، تعبانه، بس انا فعلا لو كنت طلعت قبل كده كنت هتقلقوا اكتر. اني كنت تعبانه جدا. طب بس برضو يعني شايفه حاله الحاله اللي موجوده على السوشيال ميديا، وكتير من محبينك وعشاقك اللي بداوا يسالوا فين امال ماهر، عايزين نشوفها وعايزينها تطلع. والله انا لو خفيت يا رامي فده بدعويهم وحبهم. انا اتخضيت والله العظيم اتخضيت. يعني قد ايه لدرجه ان الواحد دمع يعني من كتر ما بتشوف الحب ده. يعني الحمد لله رب العالمين، يعني دي حاجه نعمه كبيره جدا طبعا من رب العالمين الصراحه. تواصلوا معايا شركه تذكرتي وهي هتبقى مسؤوله عن التنظيم كويس، وهنعلن كمان كام يوم عن التفاصيل باذن الله. ده قريب. لا قريب جدا. بس خلي بالك انت قبل كده وقعدتي وغبتي 3 4 شهور. لا 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 المره دي بجد. المره دي اكيد. وانت اللي هتطلعي على المسرح وتغني ولا دوبلير؟ مش دوبلير على فكره. انا عشان خاطرك وعشان خاطر جمهوري الحبيب الجميل الغالي على قلبي انا هغني حته صغيره. يلا بينا وان شاء الله تعجبكم. اكيد. طوبى فوق طوبى وابني، مصر مكتوبه لابني، ابني وابنك وعجبني انك مشاربني بتبني معايا، واللي مكسور يتصلح، شاركتني وحاجة تفرح، مش هنمشي غير لما هنرفع تاني الراية. ابني طول ما فيك امان، ابني لنهاية الحياة، حط مصر صدع عيونك، ابني وحد الاتجاه، يلا نهتف ورايا، طوبى فوق طوبى نبني.